معنا من السليمانية فائق يزيدي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. أهلا بك سيد فائق. لماذا لا يوجد حتى الآن تجاوب عملي، دعنا نقول، من قبل حكومة الإقليم مع المطالب التي يطالب بها المحتجون، وعلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟ مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. في حقيقة الحال يمكن أن نقرأ موقف الحكومة، لحد الآن هناك عجز. الحكومة اليوم غير قادرة على تأمين الرواتب، غير قادرة على صرف الرواتب، وهي تحاول قدر إمكانها الاتفاق مع بغداد في هذا الملف. الآن هناك وفد حكومي في بغداد يتفاوض، وهذا الوفد يعقد سلسلة لقاءات للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى حل هذه الأزمة. الرواتب بشكل عام، ملف الرواتب، أزمة الرواتب على الجانبين سواء في الحكومة الاتحادية أو في حكومة الإقليم، تركوا هذا الملف بعيدا عن صراعاتهما ومناكفاتهما السياسية. المواطن الكردي لا يحتمل ذلك. اليوم الوضع خانق، الغضب الكردي يتصاعد، التظاهرات تحتمي هذا الملف بالذات على بغداد وأربيل. إيجاد حل جذري نهائي له، يكفي أن يكون المواطن ضحية لخلافاتهما في سبيل أن تلك الملفات العالقة بينهما لا تحل لمصالح سياسية بين الجانبين. يعني هناك بين الإقليم والمركز عدة ملفات مؤجلة منذ سقوط النظام المقبور، لكن ملف الرواتب يجب أن يكون بمنأى عن ذلك بشكل كامل. وفي الاتحاد الوطني، الاتحاد الوطني كقوة سياسية في الإقليم وبغداد، يرفض رفضا باتا أن يكون المواطن ضحية لهذه المناكفات وهذا السوء في الإدارة والفشل الإداري في كردستان. استمعت إليك في إحدى المقابلات، كنت قد ذكرت أن الحكومة هي ضحية سياسة الحزب الواحد في الإقليم. كيف يمكن أن يكون ذلك إذا كان رئيس الحكومة هو يعني ابن رئيس الحزب؟ هو تركيبة العملية السياسية في كردستان منذ سقوط النظام الدكتاتوري، كنا نظام إدارتين، الإدارتين توحدتا. في ذلك الوقت كان هناك اتفاق استراتيجي بين الرئيس مام جلال ورئيس الحزب الديمقراطي. هذا الاتفاق مع تقادم الزمن، اليوم نحن في وقت آخر، 2020 ليس كبدايات 2000. اليوم أصلا هناك رموز سياسية في الساحة غابت، ومنهم الرئيس مام جلال، وهو بالمناسبة ما أدى إلى تدهور الأوضاع في إقليم كردستان لهذا الشكل. نقطة التحول في الذهاب إلى التفرد والتسلط والمسك بزمام الأمور في هذا الإقليم حدثت منذ 2012 حين غاب مام جلال بمرضه عن المشهد السياسي. ولكن حزبكم كان فاعلا في عام 2013 للجهة الواحدة التي أمسكت بمفاصل هذا الإقليم. دورنا، كنا في الحكومة ولحد الآن نحن في الحكومة، نحن دائما موقفنا هو أن يكون المواطن وقوت المواطن وهذا الإقليم نحافظ عليه. لكن كما قلت لك، غياب مام جلال أيضا أدى بشكل أو بآخر إلى إضعافنا في فترة من الفترات. اليوم نحن ذهبنا إلى عقد مؤتمر الرابع لنا، لدينا قيادة جديدة، لدينا توجه جديد هو الحفاظ على هذا الإقليم. إقليم كردستان جاء نتاج لم يأتي لدي سؤال فيما يتعلق باتفاق عقد الخمسين عام. به إلى الهاوية بهذا هذا الاتفاق كان سينقذ إقليم كردستان أو يجعل إقليم كردستان العراق مستقل اقتصاديا من خلال أنه سيسمح ببيع النفط مباشرة. نتحدث عن تركيا هنا، ما الذي جرى في هذا الاتفاق؟ أين تطبيق هذا الاتفاق الذي لربما لا يعلم حتى بنود هذا الاتفاق أحد؟ هذا الاتفاق ليس لربما، تأكيد لا يعلم بنوده أحد. نحن كشريك في الحكومة غير مطلعين على هذا الاتفاق، ما هي بنود هذا الاتفاق، سرية هذا الاتفاق نحن لا نعلمها. يبدو أن هذا الاتفاق عاد بالفائدة على الجهة التي وقعته. هذا الاتفاق في 2013 وقع قبل مشروع الاستفتاء وذلك الحلم الذي روجوه للمواطنين. يبدو أن هذا الاتفاق لم يكن سوى اتفاق بين الحزبين الحاكمين في تركيا وفي إقليم كردستان. المحصلة هو الدمار لإقليم كردستان. هذا الاتفاق كان جزء
جزءا من تلك الوعود الخيالية التي وعد بها رئيس الحزب الديمقراطي قبل الإقدام على الاستفتاء. اليوم الاستفتاء، شعب كردستان يدفع ضريبة هذه الخطوة الأحادية التي لم تكن مدروسة، التي لا نزال ندفع ضريبة ذلك. لذلك حين نقول أن هناك تفرد بالسلطة، من هنا يأتي الأمر. إقليم كردستان كان في حالة يعني شبه مستقلة عن بغداد. استفتاء مسعود بارزاني أعاد الحكومة الإقليم وشعبه 100 عام إلى الوراء، ليس فقط في العراق، في المنطقة الشعب الكردي دفع بشكل أو بآخر ضريبة ذلك. تجد اليوم حتى في سوريا هناك مناطق الكرد احتلت من تركيا نتيجة هذا الاتفاق. هناك أمور تحت الطاولة لا أحد يعلمها، والحزب الديمقراطي مع الأسف مستمر بسياسته هذه. السيد فائق اليزيدي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، سامحني الوقت جدا ضيق والأسئلة كثيرة، ولكن أتمنى أن تكون معنا أيضا خلال نشرات لاحقة، نقف معك أيضا على مزيد من التحليل حول هذا الموضوع. شكرا لك، كنت معي مباشرة من السليمانية. فائق يزيدي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني.